لا تسأليني عن شيء. اللي وينه؟ المستشفى. حالته خطيرة؟ وين بتصاوب طيب؟ انصاب برجله. شفته وحكيت معه؟ شفته وحكيت معه. لكن ليش زعلان؟ بكرة بصحه وبيطلع. عم تبكي؟ لا عم لا تقول انه جابر مات. مات جابر؟ مات؟ لا 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 ما مات. ما بصدقك عمي. شاكد ما بيبكي لانه جابر تصوب برجله. يوم اللي ماتت امي ما نزلت لك دمع. اللي يشوفي جابر. جابر انتهى خلاص. قتل ضابط رح يعدموه. يا ويلي جابر قتل ضابط. يا مصيبتك يا عم. جدو بابا وين؟ جدو بدفع عمري 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 بدفع مجر رجع لي. عمي عمي بموت سيدك. لا تخليني عند بموت سيدك. دخيلك حلي عمي دخيلك. مالي حملك انا. طيب خليني اشوف. الله يخلي خليني اشوفه بس. ما حدا بيقدر يشوفه. انا لولا الطير ما كنت اقدر اشوفه. أنا اللي وصلته لباب جهنم. معقول يفوت معه؟ وليش قلت لهم؟ عفاف كانت عم تسمى علينا. ها وبركي قالوا لك تفضل. قلن على عيني وراسي وساعة النسر اللي بالسما ما عاد يشوفني. ولك بروق ولك بهاجر من البلد. يا عيني عليك يا عيني عليك. شو بتفهم وبتكون خسرت كل شيء. حبيبي أنا هيك يا بربح كل شيء يا بخسر كل شيء عن إذنك. وين راي؟ رايح لعند عفاف. شو رايح للموت برجليك؟ ايه اشتقت له لعفاف. فيها شيء؟ بعدين عبورها الصغيرة المسكينة صارت يتيمة بدي أخذ لهدية وروح. حنون حنون ليش هيك زعلانة اللعبة ومغمض عيونها؟ تعي نسميها عبير. شو رأيك؟ تفضل. إن شاء الله بيسلموا هديات يا رب. شو هلأ زعلانة؟ ما وعدتك إنه نحلها؟ حرق قلبي هالطفلة متولعة كتير بأبوها. كل شوي بتسألني عنه. بدي رجع لياه لو بحط روحي. أنا وعدتك وخلاص. لا أنا ما بقبل حدا يموت محل حدا. بس جابر مو حدا. نسياني قديش أنا قلت أنا وياه من إيد المرحومة والدتي؟ بعدين ما بتتذكري لما كنا نلعب معك هون بأرض الديار ويركض ورانا المعلم شاكر ويضربنا؟ تضحكي يا مخلوقة. ما في شي بهالدنيا بزعل. هلأ كل اللي أنا فيه وبدك يعني ما أزعل؟ معك حق. جابر خسارة إنا كلياتنا. بس انت ديري بالك على هالصغيرة الأمورة وبوعدك كل شيء ينحل. شو عم تعمل هو؟ تعي ماما. معلم أنا جاهز روح سلم حالي. مصمم؟ انت علمت انه الرجال لما بيقول كلمة لازم يكون قدها. ما اني بعرفك منيح ومربيك على ايدي بس كأني عم شوفك لأول مرة. على كل ما في لزوم تسلم حالك. كل واحد بياخد نصيبه. لك لعبت بآخر ورقة معك؟ لعبت. ولو انه بتهرب؟ انا طول عمري اسمع الناس بيقولوا انه اللي بيعمل خير الله بيشرع له البواب. انا شو عم يفتح لي هالبواب رغم انه بعمري ما عملت خير؟ لك ليكون كل شيء عم بعمله خير ومالي دريان. ولك الله عم يبدل لك الحبل اللي بده ينقك فيه. مشان هيك شاكر قال روح يا انور ما حدا بياكل الا نصيبه. شو يعني ما عاد بده منك شيء؟ انا وفيت كل ديوني. هلا صار هن لازم يدفعوا. ان شاء الله بدك المليون. قول ملايين بس انا بدي اخذهم بالتقسيط. بالاول عفاف وبعدين كل شيء والحبل على الجرار. يخرب بيتك يخرب بيتك تاريك. انت عم تخطط لحالك مو مشان تنتقم لي.
عم خطط إلي وإلك، بس دعيلي تكمل معي.